السلام عليكم احلى متتبعين، نتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال باذن الله. نبداو بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله اليوم غنقدم معكم حلوه لاكريم بالكريمه، كتجي اكثر من رائعه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، سهله وفي المتناول وسريعه التحضير. نبداو بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وندوز ان شاء الله باذن الله المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. نحتاج هنايا في المقادير 6 بيضات، حرارة المطبخ، نضيف عليهم خليصة ديال الملح ونطربوهم جيدا، ثم كنضيفو الكأس الأول ديال السنيدة وكنضيفو الكأس الثاني مع التطراب الجيد، ثم كنضيف الزيت بالتدريج، كأس ديال الزيت، كيجيو رائعين هاد الكيكات اللي بغيتوهم الطرطة أو الكيك. التزيين كيبقى حسب الرغبة ديالكم. هنايا كنضيف كأس ديال الحليب، كنستمر بالتطراب وكنضيف النكهة اللي بغينا، نكهة الحامض أو نكهة الكراميل. أنا هنا درت ملعقة ديال نكهة الكراميل. كنطربو جيدا، وكنبداو نضيفو الدقيق بالتدريج. هنا درت الملعقة الأولى والثانية وكنضيف الثالثة حتى كنحصلو على واحد الخليط اللي هو متجانس، وإن شاء الله غتشوفو الكثافة ديالو من بعد ما غادي ننتهي من الخلط. تقريبا شي كأس ونصف تقريبا اللي خدات معايا هاد الكيك. هنا كنضيف جوج خمارات فئة 8 غرام، ضروري ما نغربلوهم، لان هاد الكيك راه حضرته بالمساعدة ديال الاخ ديالي. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه ان شاء الله. مقادير بسيطة وفي المتناول وناجح بفضل الله ان شاء الله. هنايا كنخلطو هاد الخمارات كذلك، صافي وكندهنو لي مول ديالنا اللي باغي نحضرو فيهم الكيك. هنا درت مول دائري ومول مستطيل كيف ما كتشوفو. كنسكب الخليط ديالي وكندخلهم ان شاء الله للفرن على حرارة متوسطة حتى كينتجو معانا وكيوجدو، وان شاء الله غادي ندوزو باش نحضرو السير ولا غادي نسقيوهم به ان شاء الله باذن الله.
هنا من بعد ما طابوا الكيكه ديالنا غادي نزولوهم من المول وغادي ندوزو باش نحضروا السيرو اللي غادي نسقيوهم به. كيف ما كتشوفونا كيجيو رطبين وزوينين. غادي نقطعوهم من على نصف، انا ما غنديرهاش كيك اللي هو الحجم ديالو كبير، غادي نقسمهم غير على جوج. وهنايا كنحضر السيرو، درت ملعقه ديال نكهه الحامض ودرت ثلاث ملاعق ديال السنيده وكاس ديال الماء صافي. وغادي نوضعهم فوق النار حتى يتحضر السيرو ديالنا. وهنايا من بعد ما قطعت لي الكيك ديالنا من النصف غادي نوضعهم على جنب وغادي ندوز باش نحضر الكريمه. الكريمه اللي غادي ناخذ ساشي ديال بودره شانتيي، ضروري يكون الحليب بارد باش دغيا يطلع لينا الكريمه ديالنا. الكريمه اللي غادي نديرها بيضاء، والكريمه الثانيه غادي نضيف ليها واحد قهوه سريعه الذوبان وغنضيف ليها كاكاو غبره فتجي اكثر من رائعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها الاعجاب ديالكم. وهنا من بعد ما كملت تحضير الكريمه الاولى اللي خليتها بيضاء غادي ندوز باش نحضر الكريمه الثانيه اللي غنضيف لها كاكاو غبره وملعقه ديال القهوه سريعه الذوبان. فكتجي كريمه اكثر من رائعه. وهنا غادي نوضعها ان شاء الله في الثلاجه باش تبرد على ما نسقي الكيك ديالنا. وان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه باذن الله. هنايا غنبدا نوضع الكريمة ديالنا بطريقة بسيطة وفي المتناول. الطبقة الأولى كنسقيها بالسيرو كنوضع الكريمة، نحاول نوضعها في الجوانب كلها وكنوضع الطبقة الثانية صافي. كنسقي حتى هي بالسيرو كنوضع فوقها الكريمة وكنزين الجوانب برقائق لوز كحيلي. وهنايا الكيك الثاني اللي زينته بالكريمة اللي ضفت ليها كاكاو غبره وقهوه سريعه الذوبان نفس الطريقه حتى هي كنسقيها بالسيرو كنوضع الكريمه. وغزينتها بقطع ديال الشوكولاته من الاعلى ديالها والجوانب حكيت الشوكولاته البيضاء زينت بها. كنتمنى هاد الحلوه ديال الكريمه درت جوج اشكال ينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوهم بطريقه بسيطه وفي المتناول وناجحه معكم باذن الله. كنهديها لجميع المتتبعين ديالي من البدايه ديال هذه القناه حتى تفعلات. وكنشكركم بزاف 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 لانكم كنتوا وفيين. شكرا لكم بزاف. وكنت وجب الشكر الأخت نزهة شهوة يومية آلاء للمبتدئات. كنتمنى لها كل النجاح وكل التوفيق، تستاهل كل خير. كنتمنى البنات يدخلوا عندها يوميات شهوة يومية آلاء للمبتدئات. تستحق الدعم صراحة، تستحق الدعم. شكرا لكم وشكرا لجميع المتتبعين. كنتمنى هاد الكيكه اللي حضرت معكم او حلوه الكريمه اللي حضرت معكم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم متتبعين ديالي والى الملتقى باذن الله.